تحت شعار السلامة المرورية التزام وشراكة ومسؤولية، وفي إطار البرنامج الأورو متوسطي، تنظم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس ندوة صحفية للتعريف بهذه المنظومة والانطلاق الرسمي للمشروع النموذجي للسلامة المرورية في وسائل النقل الجماعي. هو تقديم للمشروع النموذجي المتمثل في إعداد ووضع حي التنفيذ منظومة للسلامة المرورية لإدارة السلامة المرورية بالتحديد على مستوى الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس سوري تراس. كما تشكل الشراكة العالمية للسلام على الطرق مبادرة تعاون إقليمية بين الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني. أطراف المشاركة هي الشركة الجهوية للنقل بالطبيعة، ثم الوزارة، ثم اللجنة اللي تابعة للوزارة واللي هي تقود البرنامج الأورو متوسطي هذايا، ثم الهيئة الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، الطرف الخارجي هو لوروميد. المشروع شراكة بين المجتمع المدني، بين المؤسسات الاقتصادية، بين البلديات، أو احنا نقولوا حادث، كنا نقولوا حادث، ساعات الحادث لهم متسبب فيه السائق، ولهم متسبب فيه الحفلة، متسبب فيه الانفراستركتور، توحات البلديات والتجهيز، كنا داخلين ومش يكون العنصر الأساسي في المنظومة هذه هو السائق. وتتزامن هذه الحملة التحسيسية مع العودة المدرسية، حيث تهدف إلى تبني الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من منع وقوع الحوادث، ضمانا لسلامة الإنسان وممتلكاته، وحفاظا على أمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية. الهدف الأساسي الأولاني هو أنه نجعل من شركة النقل بصفاقس نموذج في مجال إدارة السلامة المرورية. ثاني حاجة، وهذه حاجة جديدة وباش نجربوها في صفاقس، وأن الشركة تولي عنصر فاعل وفعال في مجال السلامة المرورية والرفع من مستوى السلامة المرورية بالانفتاح متاعها على المحيط. الهدف متاعه الأساسي هو ترسيخ ثقافة مرورية جديدة لدى الناشئة، لأنها مش تبدأ من الروضة الابتدائي للثانوي العالي، وتنقيص في عدد الحوادث بنسبة 50% وصفر قتلى. مشروع الشراكة العالمية للسلام على الطرق جاء لإرساء وترسيخ ثقافة السلامة المرورية بين جميع الأطياف وتشريكها وتفعيلها، كما يهدف هذا المشروع إلى ترويج أمثلة ناجحة ودروس يمكن نقلها إلى البلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.